بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، طاب شهركم وطابت أمسيتكم وطابت ليلتكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الجلسة خطر ببالي آية من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، لأني في مشروع تأملات في كتاب الله تعالى أسوي إحصائيات متشابهة في القرآن الكريم، وأرجو الله سبحانه وتعالى بركة دعاكم أن يعينني على خدمتها وظهورها للوجود. اخترت هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول العلماء هذه من علامات المكي والمدني. المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. يعني ولو الآية نزلت في عرفة يسمى مدنيا. وجعلوا من علامات المكي أن الخطاب يا أيها الناس، ومن علامات المدني يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، هذا فخر للأمة والأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، حينما ربنا يناديهم لم يقل يا أيها الفلان، يا أيها العشيرة، يا أيها البلد، يا أيها، لكن خاطبهم بأسمى الأوصاف وهو الإيمان. والإيمان هو ما استقر في النفس وعقدت عليه القلوب، أي لا يمكن أن يتغير أو أن يتزعزع. آمنوا أي صدقوا بما جاء من الله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولكن الإيمان لا يكفي، لا بد من أن يعقبه شيء. ولذلك دائما يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح هو الذي يحكي الإيمان، لأن الإيمان شيء داخل ولا يبرهن عنه إلا ما يجري على الجسم في الظاهر، وسواء كان في النطق بالشهادتين أم بالعبادات الظاهرة، فهذه هي التي تصدق ما جرى في قلب الإنسان. قال: اتقوا الله. اتقوا الله. التقوى مأخوذة من وقية، والوقية احنا نسميه باللغة الوقة، يعني اذا كان القوري او البريق حار ما ممكن تمد ايدك عليه الا تجيب وقاية تحمله. نحن امامنا جنة ونار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة لا من أصحاب النار. النار لا بد أن نتخذ وقاية. وقاية إذا كان الإبريق أو القوري أو الكتلة والمي لا بد أن نحمله بوقاية، فكيف في جهنم ترمي بشررك القصر. وهذه جهنم ليست كالنار العادية، لأنه هذه جرى عليها تصفية حتى أصبحت تضيء، ولكن
نار جهنم مسودة، أعوذ بالله. فكيف نتقيها؟ هل نأتي بكلنس بدينا ونتقيها؟ لا، بأي عمل صالح أنت تتقي به النار. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف التمرة تقدمها لفقير أو لصائم كأنك جعلت هذه نصف التمرة وقاية بينك وبين النار. فكيف بصيام رمضان وكيف بالعبادات الأخرى وبالفرائض وبالحج وما أشبه ذلك؟ إذن التقوى معناها التوقي من عذاب الله تعالى بالعمل الصالح. هذا اتقوا الله لا يكفي، لأنه الآن إذا بنينا البيت ما نتركه، لابد أن نجعل له صيانة. ما هي الصيانة؟ كيف نحافظ على الإيمان؟ كيف نحافظ على العبادة؟ كيف نحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن تحتاج إلى شيء آخر. قال وكونوا مع الصادقين. إذن هذا لا يمكن أن نحافظ على إيماننا ولا أعمالنا الصالحة إلا أن نصاحب الصادقين. من هو الصادق؟ لازم نعرف من هو الصادق. الصادق من صدقت نيته وأخلص لله تعالى، وصدق فعله، وصدق قوله. احنا نظن ان الصدق بس ان ننطق بشيء واقعي، لا، تشمل الصدق القلبي والصدق العملي والصدق اللفظي. إذن من هم الصادقون؟ هم العلماء الربانيون الذين حملوا الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للأمة، ولكنهم قرنوا القول بالعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا يفعلون ما لا تفعلون. والله ونعى على بني إسرائيل فقال لهم أتأمرون الناس عفوا بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقال يؤتى بأحد العلماء في النار فيدور كما يدور حمار الرحى، فيأتي الناس ويقول يا فلان أنت كنت تعلمنا، كنت ترشدنا، لماذا صار مصيرك هذا؟ قال لأني كنت أقول لكم ولا أعمل، أقول لكم ولا أعمل. ويذكر أن أحد الخطباء كان يخطب الجمعة فتنفذ خطبته حرفيا من قبل المصلين، تنفذ خطبته من قبل المصلين. في يوم في إحدى الجمع جاء سيد ومعه عبده، فخطر في باب بال العبد أن يقول للخطيب تحدث عن فضائل العتق لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدر سيده لأن يعتقه. فجاء وراء الخطبة قال له يا شيخ أرجوك أن تتحدث عن فضائل العتق لعل سيدي يعتقني. جت الجمعة ثانية، هذا رأسا من يصعد على المنبر خلوا عيونه عليه، إلى أن مر السنة كاملة فخطب عن فضائل العتق، فقال له
سيده بعد اذهب فأنت حر لوجه الله. طبعا هذا العبد فرح بالتحرير، ولكن في قلبي شيء على الشيخ. لماذا أجله سنة؟ ما بعد الجمعة قال لي يا شيخ بارك الله فيك، نفذت لما أريد، ولكن لماذا سنة؟ أنت زهقت روحي. قال له يا ابني أنا حالتي مالية فقير، لا أملك عبدا ولا أتمكن من شراء عبد، فبقيت طيلة هذه السنة أوفر من لقمة عيشي شيء إلى أن صار عندي ما يمكن أن أشتري به العبد، فاشتريته في هذا الأسبوع واعتقته، لأني لا أقول حتى أفعل. إذن العلماء الربانيون الذين يقرنون القول بالعمل، وأيضا المتعبدون الذين يستمرون على العبادة ويتمسكون بالوحي. هل هذا مصاحبة الصادقين لها أثر؟ نعم لها أثر في سلوك المسلم وفي ثباته على الحق، لأن الصاحب صاحب، والمرء كما قال على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشرع حتى نقتدي إحنا به، أن يكون مع هؤلاء، بينما هو بغنى عن مجالسة الصالحين والمتقين، لأنه هو منبع التقوى. ولكن حتى نتعلم أنا نحن، وأيضا سيدنا موسى نبي ويوحى إليه، ولكن لا بد أن يصاحب من يثبت موسى على مبدئه، وأن يثبته على رسالته، وأن لا تزحزحه العواصف. قال له لا بد، هناك رجل آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما، اسمه الخضر، يعني علم يأتي بالإلهام لا بالأوراق كما نزلت التوراة. وبالمناسبة جهلة الصوفية يقولون أنتم عليكم الشريعة وإحنا علينا الحقيقة، هذا خطأ خلط. الشريعة والحقيقة توأمان، الحقيقة هي شريعة، وهؤلاء لا يفهمون ما معنى حقيقة وشريعة. أضرب لكم مثل برتقالة، لا قشر ولا لب، لا يمكن أن يستغني اللب عن القشر ولا القشر عن اللب، لأن إذا نزعت القشر يتلف، وإذا واللب يتلف. ولكن هذا مع هذا بعضه يكمل بعض. الفرق بين الشريعة هاي شريعة، شريعة هو من خرق السفينة شريعة، لأنه مآلها أن تؤخذ، فأيهما أولى؟ أن تثقب حتى يتركها الملك لو تأخذ كلها. وأيضا هذا الصبي سيكون كافرا ويضلل والديه، فإذا هذا شريعة، ولكن لم تظهر بالشكل الواضح، إنما بالمآل، فينظر إلى المآل، والنظر إلى المآل شريعة. العبادات كلها شريعة وحقيقة. الشريعة تقول صوموا من الفجر إلى غروب الشمس، بس الحقيقة قالوا هذا الصوم أنتم 11 شهرا تأكلون وتشربون وأنتم متنعمون طيلة السنة، فكيف تعرفون هذه النعمة؟ إذن أخليكم تفقدوها في نهار رمضان. إذن هاي حكمة من حكم الصوم. هناك
فقراء يتضرعون السنة كلها وأنت تأكل السنة كلها بارتياح وتشبع، وهناك عوائل لا تشبع حتى تذكر الجياع. هناك مناسك في الحج أيضا شريعة وحقيقة. لما ترمي الجمار الشريعة تقول هاي حصوات 70 حصوة، إذا خليتها 3 أيام ترميها هذه أجزعت أنك نسك بالمناسك. لكن إذا كان تلاحظ الحقيقة الإيمان 74 شعبة، كل شعبة يقابلها شعبة للشيطان، من الإيمان إلى إماطة الأذى عن طريق الإيمان، الكفر، الصلاة تركها، الصوم، الإفطار دائما. ف70 خصلة إيمانية يقابلها 70 خصلة شيطانية. حينما نأتي إلى الجمار نجسد هذه الخصلة بهالحصوة، هذا الكذب، هذا الغش، هذا النميمة، هذا الزور، هذا البهتان، هذا الربا، كأنما نطهر أنفسنا من خصال الشيطان. وأيضا الطواف حول البيت، الطوف 7، خلص كفت كف، ولي الطوف بالبيت نفت. لكن هناك من يرون أن هذا البيت هو بيت الملك، ملك الملوك، ودائما الملك يجلس في داره والناس تريد منه شيء، يجعل الشبابيك يفتار لعل الملك يقول هذا ماذا يريد من الشباك، يا بيريد كذا مبلغ أو يريد مساعدة، إيه موافق. هؤلاء يطوفون بالبيت ماذا يريدون؟ يريدون رحمتك ومغفرتك، أني غفرت لهم. فهذا شريعة. لكن من مثل مثلت البرتقالة البدوي ياكلها بدون ما يعرف شو القضيه منها، وهذا يغوص الى اسرارها، الكيمياوي والمحلل يغوص الى معرفه اسرارها. اذا لابد للتقوى ان تثبت بمصاحبه اهل الخير الصادقين المتعبدون المخلصون الورعون، او اهل العلم ممن هو يلتزم بما يقول ولا يقول ولا يفعل. ولذلك إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأدنى فتردى مع الردي. إذن الصحبة حتى إذا كنت مع قوم اختار من يذكرك بأخطائك. ولذلك قالوا الصاحب صحيح من صدقك لا من صدقك. نعم نعم صحيح كل شيء يسوي صحيح، لا يصارحك يقول لك هذا خطأ. المؤمن مرآة أخيه، أنا ما أشوف إلا ما أشوف نفسي إلا بالمرآة، فأنت تشوف عيبي وأنا أشوف عيبك، ونتناصح أن نكون نصحة وأن لا نكون غششة. فهذا الأمر يسري على الأسر، الأسرة الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أوصاف النساء التي هي ترغب في المرأة قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. لماذا؟ لأنها هي راح يصاحبها الأولاد، هي التي تؤثر عليهم، هي التي تنظف أجسامهم وقلوبهم، لأن الأب دائما خارج والأم هي المدرسة التي تعلم الأولاد الأخلاق والفضائل. المجتمع أيضا، المجتمع له دخل، البيئة لها دخل في الثبات على العقيدة والثبات على الإيمان. إذن المجتمع أحيانا إذا كان صالحا فالشخص إذا جاء
وعاشره سيثبت على التقوى، لأن الصادق لا يغشك يقول يا فلان أنت فعلت كذا، أنت تركت كذا، أنت لم تزكي مالك، أنت دائما تغتاب الناس، أنت دائما تغش، يصارحك. وأنتم سمعتم بذلك الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، هو كان قاتل 99، فجاء إذا واحد من ذول الدراويش المتعصبين قال له أنا قتلت 99 نفس، فهل لي توبة؟ كيف 99 نفس دي توبة؟ لا توبة لي؟ قال له لا توبة لك. قال له إذا أنت 100. هذا الرأس السؤال إزالة. بعدين راح إلى عالم رباني قال له أنا صار 100، فهل لي توبة؟ هل تقبل توبتي؟ قال وما الذي يحولك بينك وبينها؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب الليل بالنهار، يتوب مسيء الليل، فإذا ما الذي يحول بينك وبينها؟ إذن باب التوبة مفتوح، لأن الله يقبل توبة المسلم ما لم يغرغر. حتى الكافر ما إذا قبل الغرغرة والشاهد تقبل يقبل إسلامه، لكن بلدك هذا بلد سوء، رأسا راح ترجع وتتأثر به وتقوم تقتل أنفس النب. قال له ماذا أصنع؟ قال له اذهب إلى البلد الفلاني فإنه بلد الخير. خرج يمشي قمك سيارات مثلا، قال له اذهب إلى مؤتة 140 كيلو، مشى يجي 30 كيلو انتهى أجله، فنزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون نحن أولى بقبض روحي لأنه قتل 100 نفس. ملائكة الرحمة تقول لا، جاء تائبا ومن تاب من الذنب لا كمن لا ذنب عليه، اختصم هؤلاء وهؤلاء. فبعث الله ملكا بصورة إنسان، لأن الملك صعب يرى إلا أن يتمثل ببشر. فلما قالوا له قال أنا أحكم لكم، قيسوا من بلد السوء إلى هنا ومن هنا إلى بلد الخير، إلى أيهما أقرب؟ الملائكة هي تأخذ روحه. طبعا إذا عاد يقيسون من عمان إلى 30 كيلو وهناك 110، إذن راح من تأخذ روحه؟ ملائكة العذاب. فأمر الله الأرض أن تمتد من هنا وتقلص من هناك. إحنا حين ما نسمع يقول فلان من الخطوة، هو مو معناته يخطئ الشكل، لكن الله خلي الأرض تطوي تحته. فلما صار 30 كيلو إلى مؤتة ومية وعشرة إلى عمان قاسم، وإذا هو إلى بلد الخير أقرب. إذن من قبضت روحه؟ ملائكة الرحمة. إذن من قال له اذهب إلى هذا البلد حتى يثبت على عقيدتي وعلى إيماني. فالمفروض إذا اعتقدنا بشخص أنه من الصادقين أن نلازمه وأن نستفيد منه، لأن صحبته هي الحصد الحصين من الانحراف ومن الزلل ومن التقصير، لأننا مأمورون باتباع الأوامر واجتناب المناهي، وكلاهما صعبان على النفس، تحتاج إلى مجاهدة. فهذا الصاحب سيعين نفسك، لأنه إحنا نعاني، الإنسان مركب من عقل ونفس، عقل ونفس،
ويأتي الشيطان يغذي النفس. إذن عدوان ومصلح واحد، فيصير تجاذب. إذا كنت أنت من أهل الخير أو تصادق أهل الخير الصادقين، ستعين القلب العقل، لا تعين النفس، لأن الشيطان بجانب النفس، وإذا اجتمع اثنان أمام الواحد يغلبوه. الصاحب سيكون بجانب العقل والقلب. ولذلك قال لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون. القرآن مليء من ذكر العقل. إذن أنت مركب بالنفس وعقل. النفس تدعوك إلى السوء والعقل يدعوك إلى الخير. لابد من مقوي. الشيطان يجي يقوي النفس، ولكن تحتاج إلى من يقوي العقل. فماذا تعمل؟ إذن صحبة الصالحين وصحبة العلماء الربانيين والأخذ منهم سيكونون مقوين لك على الشيطان والنفس. وقالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فالتهم. إذن له صحبة الصادقين الصالحين لها أثر بليغ في سلوك المسلم. فلا بد أن نفكر بأننا نذهب إلى مجالس الصالحين، إلى صحبة الصالحين أفراد وجماعة. فأنت من نسبة إن شاء الله، نرجو الله أن نكون جميعا منهم. فالآن جالس هنا مو مثل جالس بالمقهى، أو جالس مع أهل الغيبة والنميمة والكذب والشتائم. فإذا إن شاء الله هذا المجلس من مجالس الصادقين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ببركة هذا الشهر، أن يجعلنا من الصادقين، وأن نصاحب الصادقين الصالحين. وأن أرجو الله تعالى أيضا أن يجعلنا من العارفين للصالحين، حتى يمكن أن نجالسهم وأن نستفيد من معلوماتهم أو من صلاحهم. ليش؟ قالوا لا تجالس إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله، على الله مقاله. يعني كنت لازم مجرد لما تظن عليه أنت تأثر به، وهذا التأثير أكثر من تأثير اللفظ، تأثير المعنى. يعني أنت لما الصحابة الكرام يعني صحيح جاهدوا بالسيف، لكن أكثر حالهم لما يدخلون البلد وإذا أذنوا وصلوا جماعة، وإذا بناتهم رحمة بنا الكفار يقول إيش هذا؟ قال هذا دينهم، أمرهم بالرحمة، وهذه الجماعة تمثل وحدتهم وقيادة واحدة، وهو إمام، يركعون كما يركع ويجلسون كما يجلس. إذن هذا دين حق، فيدخلون في الإسلام. لأنه يعني غالبا أنه لم يدخلوا في الإسلام 180% ليس بالسيف، إنما بحالهم وصفاتهم التي يحملونها والذي هذبهم الإسلام فيها. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتأسين بهم والمقتدين بهم، وأن يمن علينا بأن ينصرنا على أعدائنا وعلى أنفسنا، وأن ينصر أن يطهر بلادنا من شوائب الضلال، وأن يعود العراق إلى وضعه واستقراره وأمنه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.